السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله كذلك نشارك معكم فطوري في رمضان اللي بصراحة كتجي حتى بلا كتشهي وبمكونات اللي هي بسيطة وممكن أي واحد يحضرها. إذا غنقول لكم من هنا شكرا ومرحبا بالناس الجداد معايا في القناة ديالي، وشكرا لكم على التعاليق الزوينين ولا الخايبين كيف ما كانوا. إذا كنتمنى منكم تبعوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا اشنو درت هذا النهار واخا غير مقتطفات. اذا اول حاجه وجدت الصريب، راك تعرفوا خصي يوجد في الصباح. اذا احتاجيت حد اطر ونص ديال الحليب، وحد جوج دوان اصيل خاص ضروري يكونوا عقدين مزيان، وحد اربعه المعالق ديال السكر الخشن. وهانتوما غتشوفوا في لا فيديو طريقه التحضير ديال الريب، وغنخلي لكم جميع الروابط ديال هادشي اللي غنوجد في اسفل في الديسكريبشن، وكذلك غنخلي لكم هنا في البطاقات في هذا الفيديو. بعد ما كنحيد الحليب ديالي من فوق الفرن، خاصو نخليه جانبا يبرد، وبعد ذلك كنضيف ليه داك طانون وكنبقى نحرك مزيان 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 مزيان. ومن بعد كنصبوه في الكؤوس اللي خصصنا ليه الريب، وغنخليوه نغطيوه حد مده ديال 7 سوايع حتى 8 سوايع، وغنتلاقاو ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو مع الشكل النهائي ديال هذا الريب. فعلا كيجي زوين وكيجي رائع ولذيذ. اذا نكملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا اشنو وجدت بعد ما ساليت. اذا بعد ما ساليت الريب غندوز نوجد حد العجينه ديال البريوات. خديت فقط الدقيق الابيض يكون نوعيه جيده، وحط قبيصه ديال الملح. اذا غنحاول نمزج المكونات وغنشكل. ملي غنعجن العجينه ديالي خاصها تكون مرخوفه مزيان مزيان بحال العجينه ديال المسمن. غنوضعها في هذا الكيس بلاستيكي وغنخليها ترتاح، وغندوز نوجد الحشوه ديال هاد البريوات اللي كنحتاج فيها كما كتشوفوا حد جوج ديال البصلات، كذلك مقطعين مربعات صغيره. خديت الكبده ديال الدجاج اللي كنجمعها في الثلاجه، سلقتها مع شويه الخل وقطعتها مربعات كذلك صغيره. وعندنا واحد القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للتوابل عندنا قبيصه ديال الملح، عندنا الفلفل الاحمر، فلفل اسود، وعندنا خرقوم، وعندنا واحد القطع ديال الزيتون. وغنحاولوا نشحروا هاد المكونات كاملين وهانتوما معايا. بعد ما وجدت الحشوه ديالي غندوز نوجد كذلك غندير حد دجاج محمر. غنحتاج حد جوج ديال الدجاجات اللي خديت بالقشاوج ديالهم اللي كتعرفوه هما العناق وداك الشيء. وبالنسبه للتوابل خديت حد ملعقه ديال زيت الزيتون، قزبر ومعدنوس،
كذلك واحد الفص ديال الثوم محكوك، شويه ديال السمن، فلفل اسود، خرقوم، سكنجبير، وقزبر حبوب، وقبسه ديال الملح، واحد الكميه ديال الماء. اذا هانتوما مع لا فيديو، نخليكم مع مقتطفات باش تعرفوا كيفاش غنحضر هاد الدجاج المحمر، وراه غنخلي لكم روابط ديال هادشي كامل اللي وجدت في الديسكريبشن وحتى في الاخر ديال لا فيديو. اذا بعد ما ساليت الطرقات ديال الدجاج ديالي وغنخليه واحد المده، غنحاول انني نسلق داك القشيوشات في شويه ديال الماء، وغنحط الدجاج ديالي كذلك فوق الفرن بعد ما ترقد ليا مزيان، وغنزيد فيه واحد الكميه ديال هاد الماء باش يلاه يطيب ليا. بعد ما غيطيب غنحاول اننا نقلبوه وغنتكوه بحد الفرشات، وكذلك غنوجدوا بعد الدجاج ان شاء الله. بعد ما غادي يوجد لينا غنحاولوا نوجدوا واحد العصير، الدجاج كيطيب والعصير غنوجدوه باش هو نحطوه في الثلاجه يبرد. اذا ها هو الدجاج ديالنا بعد ما طاب، حاولنا قلبناه، غنتكوه بالفرشه كيف قلت لكم، غنزيدوا ليه واحد بصله كبيره، وغنخليه هذا الشيء كامل يطيب، وغنوجدوا ان شاء الله، وغنضيفو ليه كذلك داك القشاوش ديالو، نخليو كلشي يطيب. والدجاج كيطيب وانا غنوجد معاكم كذلك البريوات اللي قلت لكم كيجيو على طريقه المسمن بلا ما نحتاجو الورقه ديال البسطيله. اذا كنحاولو ناخدو واحد الكره وكنبسطوها مزيان، ونقطعوها على جوج، ونحطو الحشوه ديالتنا، ونشكلو البريوه ديالتنا. غنستمر حتى اذا ساليت البريوات ديالي، وغندخلهم الفران يطيبوا، وغندوزوا العصير اللي قلت لكم غنوجدوه. غنحتاجوا ليه 3 ديال البرتقالات، وحد الخياره، وحد 3 الشهديات اولا 3 الخوخات اللي عندكم. اذا غنحاولوا نقطعوا المكونات كامله وغنطحنوا الكل، بعد ما غنضيفوا ليه حد 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال السكر الخشن، كيبقى على حسب الذوق. وهانتوما مع مقتطفات ديال العصير، وكذلك هنحط لكم الرابط ديال هاد الفيديو اللي بغى يعرف
غنحاول نخلط المكونات كاملة، وغنحاول ان بعد غنصفيها، وبعد ما نصفيها غنضيف ليها الكمية ديال السكر الخشن، وحد 3 الكؤوس 4 الكؤوس ديال الماء، باش يجينا العصير ديالنا ما خاترش بزاف. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا، فعلا كيجي زوين ورائع، وكيجي بالليمون، يعني فيه الفيتامين سي منعش بالنسبة للناس اللي بالنسبة لنا حنا اللي بعد ما طاب الدجاج ديالي حاولت خديت شويه لامونتارد والفلفل الاحمر، ودهنت به الدجاج ديالي، وغندخلو الفران يتحمر. وكذلك خديت هاد الزيتون الاحمر، غنضيفو لاصوص ديالي اللي خليته مني صفينا الدجاج، بقى داك لاصوص ديال البصله وديال القشاوش ديال الدجاج مقطعين، نخليوه يطبخ مزيان فوق الفرن باش يلاه يختار لينا. وبعد ما كيختار كنضيفو ليه الزيتون، وان شاء الله غنتلاقاو مع طبق التقديم. وكذلك وجد ليا الريب ديالي، وجد ليا بعد ما داز حتى 8 ديال السوايع، كان هذا هو الشكل النهائي ديالو. غندخلو دابايا بعد ما دخلته عفوا للثلاجه، كان فعلا رائع. وكان هذا هو الفطور ديالي، كانت عندي حد البيتزا كذلك جبتها وعمرتها، ودرت حد سلطة ديال الخضر كيف ما كتشوفوا تما، بالروز والخضرة بالجزر والباربا وبطاطا سلقتها، وكان والحريرة واتاي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد لا فيديو، وتحبوا المشاركة ديالتي ديال الفطور ديالي. اذا ما تبخلوش عليا بلي لايك الا عجبكم لا فيديو، وكذلك بالاشتراك في القناة بالنسبة للناس الجداد اللي مازال ما مشاركينش. وحد هنا غنقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو اخر، وفي امان الله كيف ما كنقول ديما كنبغيكم.